نرجع لقصتنا بعد فاصل. حزب النور الوجه بقى الثالث بره مصر، وخلي بالكم بره مصر دي اهم حاجه، كان المفروض لو هو حتى منافق يعني بيعرف يلعب في النفاق كان يخلي الوجه اللي بره مصر انه يقول دي ثوره عشان المنظر يعني، وجوه مصر يقول هو عايزه في دروسه بقى ولا في قنواته. لكن هو الحقيقه ادانا هديه، عبد المنعم الشحات بيقول دي ده انقلاب، موضوع منتهي، واحنا قلنا له يتصرف وما تصرفش، فنطينا بقى في المركب الثاني. يعني بعيد عن المدلول السياسي اللي انا بفككه، لان احنا خايفين من اللي جاي، لان الناس بتنسى والناس في مصر اغلبها بسطة، في مدلول ديني. يعني هو ايه ده، ايه ده، ايه كمية النفاق دي؟ وبيعلم، ولسه بقى هقول لكم المبرر الشرعي في الحلقات الجاية، هو بيقول لتلامذته ايه، احنا ليه نطينا في المركب؟ بوضوح نطينا في المركب مش بتاعتنا خالص، ومش بنطقهم، هم هيقولوا كده، بس احنا نطينا عشان 1 2 3 4 5. في مبرر لكل شيء عند السلف، هو ليه مبرر شرعي يقول لنا ثوره ويروح يقول بره انقلاب؟ ليه مبرر شرعي عنده طبعا في شرعه هو. تعالوا بقى نكمل الكلام المفتخر العظيم اللي قاله عبد المنعم الشحات. انذار لمده اسبوع، اخر الاسبوع ده كان فيه ايه؟ ان الرئيس بيبعت الاحزاب الاسلاميه يقول لهم، الفريق الاول عبد الفتاح السيسي ما قالهمش بيحاول ينقلب عليا. اذا انت قابل الوضع، والوضع صحيح منقلب، ولكن انت ايه؟ قابله متعايش معاه. هو بيقول له ايه؟ بيقول له قبل باسبوع الوضع اصلا منقلب، وانت قبله متعايش معاه، انت اللي هو الاخوان، فهو لا وطنيه ولا اي حاجه، مفيش اي مبرر، هو كان مع الاخوان وكان قابل بقهر الشعب المصري، وهو اللي قهر الشعب المصري حزب النور. اوعوا تنسوا ان زي ما قلت لكم امبارح، حزب النور سبب اكبر سبب ل 30/6، زيه زي الاخوان بالظبط. حزب النور اللي عمل دستور ضد اراده الشعب المصري، اللي طلع شيوخه وقياداته، قهرت الشعب المصري باراء هم سموها دين. حزب النور بيقول الوضع اصلا منقلب، فانا نطيت في المركب الثاني، ده انقلاب، وانا مش ذنبي بقى اشيل واحد رضي بالانقلاب ولا اقف في صفه، انا عندي ناسي والنط، ومعانا الكوتشينه الشهيره اللي انتوا عارفينها اللي تطلع في اي وقت تكسبك كارت الكسبان. الدين ليه مبرر لاي حاجه، عايز تغدر اطلع لك من الدين، دينهم هم طبعا من الروايات التراثيه، عايز تخون اطلع لك من الدين، عايز تبقى كويس، عايز تقول كلام غير اللي جواك اطلع لك من الدين، كله بالدين، كله جميل، والدين هيضحك بيه على شعب كامل. تيجي الانتخابات يلعبوا تاني اللعبه، يقول لهم احنا وقفنا ضد العلمانيين في لجنه ال50 وفرضنا ارادتنا، واللعبه هي هي. لو ضيعنا اللحظه دي هنندم كتير جدا. تعالوا نشوف نكمل اللقاء العظيم، الهدية من عبد المنعم الشحات، وبيقول حاجة مهمة جدا بتأكد بقى اللي احنا بنقوله، ان هم لا كان موقف ولا وطنية ولا شافوا ان الاخوان افسدوا ولا اي شيء ولا استشرفوا للمستقبل. تعال نشوف عبد المنعم الشحات بيقولي في الجزء اللي جاي ده. احنا خلال المهلة دي لو تلاحظ طول فترة الازمة، من اول الاعلان الدستوري بتاع 15/11 او 21/11 مرورا بمليونية 1/12 لغاية تاريخ 30/6، واحنا بنقول شرعية الرئيس خط احمر. الكلام واضح، ده حتى الاعلان الدستوري اللي كل مصر سميته الاعلان الدستوري الالهي، اللي هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن الاخوان يعني اي حد يتذرع بيها ان دي الفكرة الاساسية. يعني مش هقول لك حزب النور، هو بيقول حتى مع الاعلان الدستوري في شهر نوفمبر 2012 لحد 30/6 بنص الكلام، الوش الثالث بقى لحزب النور في الخليج، سلفيين الخليج، لحد 30/6 بنقول شرعية الرئيس خط احمر. طب امال فين الموقف بالنسبه للوطنيه؟ فين؟ والاستشراف بتاع المستقبل من مش عارف من فبراير، قلت لهم الموضوع رايح في اللي انتوا بودنكم سمعتوهم بيقولوه، ايه فين؟ لحد 30/6 بنص اهو كلامه، مش انا، احنا شرعية الرئيس خط احمر. حاجه مخيفه يعني، دي بلد، خلي بالكم احنا بنضيع تاني المره بقى الثالثه، ودي اخطر مره، لان مش هينفع تاني، مش هينفع اي حاجه تاني. اذا دول وصلوا مش لاغلبيه في مجلس الشعب، لكرسي واحد. في بقى حاجه تخص التقارير، الاستاذ ياسر اللي ابهرنا ان في تقارير الحزب، حزب مش بيتخيل، هو على فكره بيتكلم الواقع المفروض يعني، قالت له الملايين نزلوا. بصوا بقى عبد المنعم الشحات بره مصر برضه بيقول ايه. لكن لما تم 30/6 وناس نزلت، يعني خدت خطوه لقدام، نزلوا الشارع خلاص، طيارات صورت والاعداد يعني بولغ فيها، لكن في الاخر كانت اعداد، وتواجدت
وصدرت مهرة 48. خد بالك انت قابلت مهرة الاسبوع، يعني ما تجيش النهاردة تحملني مسؤولية، ما انت لو رفضتها كان ممكن يبقى في موقف مختلف، لكن انت قابلتها فبني عليها مهرة ايه؟ 48. لما جت مهرة 48 قلنا لابد الرئيس ان هو يقبل الانتخابات الرئاسية مبكرة. الله، مش انت عملت الفترة دي كلها تقول مش رأيت الرئيس خط احمر؟ اه، بس ما هو الطرف الاخر انت ما عرفتش تحتويه. ايه رأيكم؟ ده يعني كلام الصف الثاني، يعني هو مين بيقول يا ترى، مين بيقول ان الاعداد كانت قليله وتم المبالغه فيها بالتصوير؟ خالد يوسف كان مين يا ربي اللي بيقول كده؟ الاخوان. مين تاني؟ تجمع دعم الشرعيه. حد تاني؟ الجماعه الاسلاميه. لكن حزب النور بيقول ده ثوره، والملايين نزلت بنص كلام ياسر برهامي بيقول قواعدنا الحزبيه ورتنا تقارير بتقول الملايين نزلت. واحد تاني في نفس الهيئة العليا للحزب، الأخ عبد المنعم الشحات، بيقول بره مصر الطيارات صورت والأعداد بولغة فيها والخدع السينمائية. إيه ده؟ هي إيه ده؟ يعني ده حتى النفاق نفسه مش كده، يعني النفاق حتى الأولي التراثي أيام النبوة مش كده، مش أنتوا تتكلموا دين؟ يعني النفاق نفسه يتبرأ من اللي بتعملوه. ايه ده؟ وازاي جالكوا قلب تقولوا كده بره مصر؟ وانتوا ومين سمح في الاعلام او الدوله او حتى المجتمع ان يتقال كلمه واحده عن كلمه ترادف وطنيه حزب النور؟ الكلمه مفككه بايظه ملهاش معنى. يعني ايه وطنيه حزب النور؟ اهو انقلاب، واهو بيقول الاعداد ايوه نزلت وخلاص خدت خطوه، بس اصل هو صوروها. طب وبالنسبة للقواعد الحزبية اللي بلغته ان في ملايين، مين فيكم بيكذب؟ ده اسمه كذب. ما هو ما فيش قواعد حزبية بلغته، وده من خيال ياسر برهامي عشان يرضي الناس لانه قاعد في قناة مدنية. يا اما عبد المنعم الشحات بيكذب لان الاعداد نزل بالملايين وهو عايز يقلل الموضوع عند السلفيين، او العكس. ده رأي حزب النور حقيقي بقى ان الاعداد كانت ولا حاجة والطيارات زودتها، واللي بيقوله ياسر برهامي ده خيال علمي، يعني من خياله اهو اي كلام. السلفي ممكن يقولك اي حاجه، عنده مبرر يقولك اي حاجه، ارضي للزبون اللي انت قاعد معاه. فالزبون هنا مدني يقول اه لا الاعداد فين، فين التقرير ده لو سمحت؟ يعني عايز اعرف فين التقرير اللي قالك ان في ملايين نزلوا؟ يبقى اديه لعبد المنعم، يعني بما انكم زمايل في الحزب قول لعبد المنعم، خد عبد المنعم ده تقرير بيقول على فكره ان مفيش طيارات صورت وزودت في الاعداد. أنا آسف لأني يعني حقيقة موقف حزب النور وما حدث بعد 3/7 على قد ما كان 3/7 بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا، لكن في أزمة كبيرة احنا بنعيشها وما حدش بيتكلم. فيعني لازم نغضب جميعا، مش بس أنا، حزب النور لازم نفككه، لازم نعريه تاني، معلش غير البرنامج الأولاني يعني لسه 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 وبيضحك على الناس والإعلاميين بيستضيفوهم ونسيولهم ويا مولانا ويا شيخنا. حد بس يقول لهم يعني ايه يبقوا يعني عيب اللي بيتعمل ده. اما حكايه وطنيته اظن انتوا يكفي بس الحلقتين دول، لسه بدري على فكره، عندنا شوط كبير لحد ما نخلي مفيش فراغ كوني اسمه الحزب. هكتفي بكده النهارده، بكره هنكمل حزب النور في الوجه الرابع. ايه بقى الوجه الرابع؟ وجهه مع تلامذته. تلامذته واقف في الدروس الخاصه بيقول لهم ايه المبرر للخيانه والكذب والنفاق وللوقوف في صف العلمانيين الوحشين الكفار. أشوفكم بكرة.